اهلا وسهلا فيكم اصدقائي اصدقاء احلى عالم عالم MBC3. وبحلقتنا لليوم راح نقرا لكم بعض من ايميلات الاصدقاء اللي وصلتنا من مختلف الدول العربيه، وبعد هيك راح نكون مع فقراتنا والضيوف لنحكي عن هل تعلم، وايضا نستضيف موهبتنا لليوم. وبدايه راح نقرا لكم بعض الايميلات اللي وصلتنا من الدول العربيه. ووصلنا ايميل من سالم من السعوديه واللي عم بيسالنا عن موعد عرض عيش سفاري الموسم العاشر، وبنحكي له انه راح يكون بعد شهر رمضان المبارك. وايضا بنوجه تحياتنا لتالا من السودان وحمد من عمان. واصدقائي حان الوقت لحتى نكون مع موهبتنا لليوم، وموهبتنا لليوم هو طفل صغير موهوب كثير بدنا نتعرف عليه ونقول مساء الخير. هاي تعرف عليك، شو اسمك؟ ريان. من وين يا ريان؟ من الاردن. وشو عمرك؟ كم عمرك؟ خمس سنوات. يا سلام، وشو رح تعمل لنا لليوم؟ شو رح تقدم لنا؟ أغنية. يا سلام، شو الأغنية؟ توينكل. يا سلام، والكاميرا لإلك يا ريرو. توينكل ليتل ستار، هاو اي وندر وات يو ار up above the world so high like a diamond in the sky. يا سلام، برافو عليك. وشو كمان راح تغني لنا؟ سمعنا انه راح يغني لنا اغنيه بمناسبه قرب شهر رمضان المبارك. خلينا مع ريان. رمضان السنه دي ويا كل عاداتي، رمضان السنه دي ويا كل عاداتي، رمضان السنة دي. برافو عليك ريرو، ومنتشكرك جزيل الشكر. ولا مين بدك ترسل تحيات وتحكي مرحبا؟ لمين بدك تقول مرحبا من استوديوهات MBC؟ لبابا؟ لبابا؟ لماما؟ أصحابك؟ وإذا ريرو بنتشكرك كثير لحضورك معنا اليوم ولغنائك معنا. وريرو غير رأيه بده يبعث التحيات. لا بابا، وبنتشكرك جزيل الشكر ريرو. أما هلا أصدقائي فحان الوقت لحتى نستقبل صديقنا الجديد واللي راح يخبرنا عن هل تعلم لليوم، ونتعرف على صديقنا. تعرف على اسمك؟ وطن. من وين؟ الأردن. من الأردن، وكم عمرك؟ 10. من تدرس وطن؟ أي صف؟ رابع. صف رابع، وايش رح تحكي لنا اليوم؟ هل تعلم؟ إذا أصدقائي رح نترككم مع بعض المعلومات المفيدة وهل تعلم من وطن؟ هل تعلم أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في الجسم الإنسان التي لا تتوقف عن ما في مشكلة، خليه يضحك. إذا نكمل مع وطن، وشو بيقول؟ هل تعلم أنه؟ هل تعلم أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النوم طول فترة الحياة؟ هل تعلم أن الفيل يعبر عن حزنه ببكاء، وهو بذلك يشبه الإنسان في التعبير عن ردة فعله بالدموع؟ يا سلام، ومنشكرك جزيل الشكر وطن على فقرة هل تعلم. وأصدقائي هلا رح نترككم مع برنامجكم المفضل عدنان ولينا بالحلقة 17، وبنرجع لكم إن شاء الله. باي باي.